منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم لنهار الأحد ومنوصل لفقرة ضيف اليوم، واليوم ضيوف يوسف الخوري مطرب وكوميديم والعازف وائل جوبيتر بوزردان. صباح الخير. موجود. كيفكن؟ صباح الخير. ماشي الحال؟ الحمد لله ماشي الحال. خبرونا أول شيء عن الجروب اللي أنتم موجودين فيه. مين بحب يعرفنا عن الجروب أكثر؟ يلا وائل. أول شيء مرسي لأنه استضفتونا ببرنامجكم. الجروب طبعاً اسمه مين الشعب، هو عبارة عن كذا فنان بكذا ديسبلين، يعني في ناس رسامين، في ناس موسيقيين، في ناس ممثلين. وهدف هذا الجروب بيحط الفن ككل بإيدين الناس كطريقة تعبير عن حالهم بمحل العنف ومحل التعصيب ومحل الأكيد. أوقات الواحد بيستعمل طريقة تعبير خصوصي بالفوضى تكون قاسية أو مأزية للغير. فارتقينا أنه الفن غير أنه بيطورنا على صعيد شخصي، وكلنا بنحب الفن على كذا أنواعه، كمان لازم يصير بإيد الناس، مش مثل أيام زمان بس بإيد الأغنياء أو الناس المتمكنة. ومنه بس للترفيه، هو كمان لازم يحتوي على رسالة. صح. فهي إذا بدك نهج المجموعة ككل. وشو بتعملوا بهيدا الجروب؟ يعني هون بيصير في إذا فينا نقول حفلات مشتركة أو معارض مشتركة، بتروحوا كلكم مع بعضكم؟ صراحة كل أربع خمس أشخاص من الجروب، هني جروب كتار وما في انتساب، هو في بس تجمع، يعني كوميونتي، إنه بنجتمع كلنا أصحاب، كلنا بنعرف بعض. الفكرة إنه بس يكون في مثلا مدامتي هي المسؤولة عن الفيرتشوال ارت، يعني والانيماسيون والبينتينج. سو عملت معرض مش من زمان، ساعدني كلنا اكيد، يعني انا بالميوزيك، هي اكيد عملت الرسمات، اللي بيعرفوا بالصيانه وهيك ساعدوا لنحقق المعرض. هي على صعيد رسم، على صعيد تمثيل بنجرب نفوت، يعني مثلا يوسف كوميديان عنده هو هيز اون، عنده طريقه بالكوميديا، فكمان بنجرب نساعده هيك. وبالتمثيل يعني ان شاء الله قريبا نظهر على الشاشه كمان بالتمثيل، وبالميوزيك اكيد هلا بخبرك يوسف اكثر. يوسف خبرنا، مطرب وكوميديان، حلوه هالكومبينيشن، كيف ظابطه؟ جربنا نجمعهم. هلا انا بلشت اعمل الكوميدي بالاول، بس لقيت انه بقدر اكتب اكثر ما اقولهم، يعني انا اكثر بمجال ستاند اب كوميدي. اوكي. فلقيت انه بقدر اكتب اكثر ما اطلع على المسرح اقولهم از جوكس از نكت. وفضلت الغني لانه برتاح اكثر بس كون عم غني النوت اكثر من الكوميدي. فبعدت شوي عن الكوميدي، بعدني عم بكتب بس قلبت اكثر على الموسيقى وعلى الغناء. يلا شو بدنا تسمعونا اول اغنيه؟ شو بتحب؟ بيروت. رح نقول انه اذا بدك هاي الغنيه اسمها بيروت. هيدي الغنيه انكتبت شرعا ب 5 اب، يعني بعد الانفجار بنهار 2020. نعم. نحن ملحنين وكاتبين. مزبوط. هيدي الحان وكلمات وائل. الجروب كمان بس اكثر شيء. ساظل ابكي حين اراك، فرقتنا تحكي من وراك. سأظل أبكي حين أراك، فرقتنا الضحك كل من وراك. يا بيروت يا بيروت، حشت غنوا لبيروت. غنوا لبيروت، تحت الردم قومي قولوها للحكومة، بنائم الشرائع ليش دايما حق قضايا. من تحت الردم قومي قولوها للحكومة، بنائم الشرائع دايما حق قضايا. يا بيروت يا بيروت، حاجة تغنوا لبيروت. يا بيروت
بيروت حاجة تغنوا لبيروت. حلوة ومؤثرة جدا. قدي اليوم بتحسوا انه الفن هو هالقد رسالة ممكن من خلاله انه نوصل كتير رسائل نحن عبالنا انه نوصلها بطريقة الغناء او الكتابة؟ لكن هو الحلو بالموسيقى انه هي لغة للكل، للكبار وللصغار، ويعني الكل بيعرفها. وبتحس كثير عالم قليل ما بيسمعوا موسيقى. فحاحكيك نحن تقريبا كيف عم نجرب نوصل هدفنا ونوصل فكرتنا ومساجنا للعالم بالموسيقى. جربنا نجمع ما بين القديم والجديد، يعني الشباب الجديد يلي ما بتعرف الاغاني الطربيه والقديمه، جربنا شوي نشد عليهم لانه هيدا بالنهايه هودي الجذور تبع الموسيقى اللي بلشنا نسمعها. والكبار بالعمر يلي ما بيعرفوا الموسيقى الالكترونيه يلي كمان شوي بيقولوا انه لا خلص ما بدنا نسمعها وكثير ضج علينا، فعم نجرب نفوت الاغاني الطربيه مع الاغاني الالكترونيه لنقول انه حلو الواحد يتقدم، بس كمان ما فينا ننسى الجذور تبعنا. نعم، وهذا الشيء ذكي لانه اليوم كمان شو رايك وائل بالموسيقى الصاخبه اللي عم نسمعها اليوم او الدقات اللي عم تدرج اللي هي نوعا ما شعبيه عم بتكون؟ نعم. اول شيء بس بلشنا نكتب اغاني وهيك حسينا مثل ما بتقولي بالضبط انه مش دائما الرساله بتوصل اذا العالم مش عم تسمع اللي بدها اياه. بس بنفس الوقت في فرق بين الموسيقى الصاخبه مثل ما عم تقولي او الموسيقى السريعه والعاليه. كموسيقية أول شيء نتمنى أنه نرجع القيمة للموسيقى، ولو كانت موسيقى إلكترونيك أو موسيقى نايت كلوبز أو موسيقى فيها بيت فيها تكون أو راقية، فيها تكون راقية. وبلس مش يعني الحضارات اللي عم ننفتح عليها وعم نجيب موسيقتها كرمال ننبسط فيها قادرين نعمل مثلها. هذا اللي بحزنني صراحة، أنه من يعني بنستهوي ناخذ اكثر ما نحن بموسيقى من الخارج أكيد. بدون ما نحن نعمل موسيقى خاصة فينا. وهذا خصو باللي عم بيقوله يوسف انه عندنا كثير مجالات. يعني رح اعطي اكزامبل كثير سخيف لحدا كثير بتعرفوا العالم، عبد الوهاب. عبد الوهاب كل البيتس تبع الاغاني تبعه كيف بتبلش غربيه، دمجها بعدين بشيء كثير شرقي كثير حلو. عم بعطي مثل غير لبناني اكيد، بس عم بعطي مثل عن انه قد ايه عندنا ارشيف او قد ايه عندنا امكانيه انه تقدر تعمل اغنيه حلوه وبذات الوقت صح. من دون ما نكون عم نقلل من شان الناس اللي بتشتغل موسيقى وبتقضي حياتها تشتغل موسيقى. نعم. بس اكيد نحن كمان مع يعني ضربة التطور السوشيال ميديا وإلى آخرها وما فينا نطلع منه أكيد. أكيد يعني مثل ما بدنا نرضي اللي قبلنا بدنا نرضي اللي بعدنا. صح. والرسالة للكل يعني. يلا هلأ لتردونا بعد بدكم تغنوا لنا. أكيد ما في مشكلة. بغيرتك يلا قول عنا شوي. شو هيدي الغنية اكشلي معروفة لأستاذ مارسيل. نعم. مغنيها وهي كلمات شاعر طلال حيدر. نعم. فجربنا نعملها نحن على طريقة. غيبتك نزل الشتي قوم اطلعي عالبال، في فوق سجادة صلاة والعم بيصلوا قلال، صوتن مثل مصر المرا وبعلبك الرجال، عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال. غيبتك نزل الشتي قوم اطلعي عالبال، في فوق سجادة صلاة والعم بيصلوا قلال، بغيبتك نزل الشتي قوم اطلعي عالبال، في فوق سجادة صلاة والعم بيصلوا قلال، صوت مثل مصر المرا وبعلبك الرجال، عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال. وديت ما راعي حماي شف لي الطقس شمال، قال لي سني جاي هوا بيوقع الخيال، وديت مع راعي حماي شف لي الطقس شمال، قال لي سني جاي هوا بيوقع الخيال. يا ريت لسرجت الفرس ولبعت المرسال،
لسرشت الفرس ولبعت هالمرسال بغيبتك نزل الشتي ومطلعي عالبال في فوق سجادة صلاة والعم بيصلوا قلال صوتن مثل مصر المرا وبعلبك الرجال عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرع الغزال عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرع الغزال. هلو عندكن أعمال خاصة يعني عملتوها غير طبعا أغنية بيروت؟ طبعا هلا في ألبوم نزل قبل شو اسمه؟ بالويل. بالويل اسمه الألبوم نزل من فترة وهلا عم نشتغل على أغاني جديدة عم نشتغل هلا في سينجل حتنزل من هلا تقريبا ل فالنتاين 14 شهر هي الغنية إنه بتقول ما بقى حدا يعيدنا بتقول ما بدنا نعيد حدا وما بقى وما حدا يعيدنا ما بقى نعيد حدا ولا حدا يعيدنا كل ما عدنا وعم نعيد صحينا رجعنا مرضنا جربنا نقرب بعدنا جربنا نفاوض علقنا جينا نفوش رجعنا غرقنا وبالآخر من الأول عدنا فما بقى حدا يعيدنا. هي كلماته ألحان ولا جوبيتر إن شاء الله هيك حافظه وجديدة فهلأ بعدنا عم نتمرن عليها شو كيف بدها بس إن شاء الله لا العمل حيطلع سوبر حلو كتير مبسوطين فيها وهيك كمان فيها نفس الريتم تقريبا كنا عم نلعبه هلا ان شاء الله. وائل قد ايه بتحس انه يعني كيف بتلاقي الافكار اللي انت عبالك تكتب عنها وتحكي عنها؟ هل هي افكار اكثر حياتيه يوميه من عيشها دائما في حسينا مثل رسائل لطشات بالاغاني اللي بتكتبها؟ اول شيء بدي وجه تحيه للفرقه وبدي اقول انه انا يعني قديش بحس حالي كامل بس كون معهم لانه قليل تدق لحالي ف حسيت هيك انه عن جد الفرقه قديش بتكون الموسيقى احلى وكل شيء احلى ومن وقتها ما التقينا بيوسف وصوت يوسف مثل ما سمعتي يعني حسينا كتير بوش انه اكتب اكثر ولحن اكثر. الافكار بتجي مثل ما بستاند اب كوميدي مثل ما هيدا بتجي من الحياه اليوميه واقع وأشياء يعني بكتب الأشياء اللي ما فيني غض النظر عنها مثل قدي غنت العالم لبيروت وقت اللي صار انفجار بيروت وما حسيت العالم مدت إيدها قد ما غنت يعني حسيت كان مدت الإيد كانت بتفيد أكتر فقلنا حاجة تغنوا لبيروت وكل الأغاني بتجي من إذا بدكن يعني نحن مواليد الثمانينات فعشنا التسعينات عشنا شيء كتير رايق رجعت خربت عم بجديد بنفس الطريقه اللي انذرونا اهلنا انه ما تروحوا على هذا رجعنا رحنا فتخيل الياس اللي بيكون عند الشاب اللبناني انه منذر عن شيء ما يقرب عليه ونجرب ما توقعت انه يصير سو ما عم بقدر غض النظر وبس بدي اقول شغله صغيره كمان انه الاغاني اللي بتحكي على الواقع ما بدها تكون مصبوغه او موجهه يعني أكيد. مش بس اليسار بيحكي على الواقع ولا بس اليمين سو نحن بدنا نطلع من هودي الافكار السابقه كل شيء تقسيم نحن بنرفضه ومنغني باسم كل الناس بس الاغنيه الواقعيه خلص تصير للكل يعني الكل عندهم واقع اصلا بتخيل هالايام ما بقى نختلف على شو هو أكيد. الواقع على شو أكيد. هو يعني بعد كل الامور اللي قطعنا فيها عيب بقى نحس انه هيدا لنا ومش لنا لانه شربانين كلنا من نفس الكاس المر للاسف بدي اتشكر وجودكم معي يا يوسف الكوري ووائل جوبيتر بو زردان ونتمنى لكم كل التوفيق شكرا كثير لكم.